حياكم الله. المنتخب بأيادي محلية سيواصل مشوار التصفيات الآسيوية في رحلة معقدة ألقيت على عاتق المدرب عبد الغني شهد في المباراتين المتبقيتين من عمر التصفيات والدفاع عن حظوظنا البسيطة في نيل بطاقة الملحق. وبرغم أن المهمة معقدة للوصول إلى المونديال، إلا أن المنتخب مطالب على أقل تقدير للظهور بصورة مختلفة عن المباريات السابقة، وأن يحقق أولى انتصاراته من أجل إعادة الصورة البراقة لأسود الرافدين. ونصل إلى التساؤلات: هل أن المدرب المحلي قادر على إعادة التوازن لأسود الرافدين؟ وما هو الهدف من المباراتين المقبلة التي يرجوها اتحاد الكرة؟ ومباراة ودية واحدة وقائمة ضمت 46 لاعبا، هل ستكون كافية للدخول بالمنافسة؟ هذه المحاور وتلك الاستفهامات سنناقشها مع ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نحن مع محور هذا اليوم ورحلة المنتخب بالتصفيات الآسيوية التي وضعتنا في اختبار صعب ومعقد فيما تبقى لنا من مباراتين من عمر التصفيات. رغم ذلك تبقى كرة القدم أم المفاجآت وتبقى مفتوحة الاحتمالات، لكن بالمقابل يجب علينا الدخول باستعداد تام وتركيز عالي من أجل الدفاع عن حظوظنا البسيطة في نيل البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق عن المجموعة الأولى. ومن بعد حرمان وسفر وملعب بديل، بغداد ستحتضن المشهد. إلى التفاصيل. عدنا والعود أحمد، من بعد حرمان وسفر وملعب بديل، بغداد تحتضن المشهد. هكذا نرى المواجهة المقبلة أمام الأبيض الإماراتي. وقبل النتيجة حققنا انتصارا كبيرا، حيث فكت قيود ملاعبنا وعادت البسمة لجماهيرنا من بعد حرمان دام 21 عاما. تلك المدرجات التي عانت التصحر وفارقتها تلك الحناجر، ذلك العشب المتسائل أين الأقدام التي وطأت خضرتي، مالي وحيدا دون خليلة. انتهت سنوات العجاف واستاد المدينة سيشهد حفل الزفاف. توفرت كل الأمور للكادر التدريبي، طبعا احنا موجودين 28 لاعب، وايضا عندنا التحاق بكرة راح يلتحقون اللاعبين المحترفين في الدوري القطري، وايضا اللاعبين اللي موجودين بالبحرين مصطفى ناظم راح يلتحق بالمنتخب. تبقى عندنا فقط اللاعبين المحترفين في اوروبا، ان شاء الله راح يكون التحقهم على التوالي، اعتقد يوم 21 راح يكون موجودين، ما عدا اعتقد ممكن جوستن راح يتاخر يكون يوم 22 موجود. نعم، هو عرس طال انتظاره ولم تشيب جماهيرنا وستكون على الموعد، فاصطفت روابط المشجعين وتهيأت تستقبل ذلك الزائر. فأول الضيوف منتخب الإمارات لنرد دين الضيافة بالأهازيج والهتافات. الأمور الإدارية الحمد لله كلها مترتبة للمنتخب، وإن شاء الله يعني يقدمون مباراة كبيرة أمام فريق الإمارات إن شاء الله يوم 24. نعتقد مباراة مهمة بها حدثين، الحدث الأول أنه أول مرة نلعب بالعراق، وأيضا الحدث الثاني الأهم هو أنه منافسنا يكون فريق الإمارات، وإن شاء الله نتغلب عليهم ونفرح جماهيرنا. بغداد غادرت حزنها، ورغم عديات الزمن لم يشب رأسها، لا تحتاج كثيرا لترتيب خصلات شعرها، فمنذ الخليقة وهي سيدة المدن وقبلة الشرق تفتحت ورودها، فلا أثر لبارود ولا رائحة حرق. طبعا أكيد هناك اللاعبين بحماسية موجودة مع كادر التدريب الوطني، وإن شاء الله يعني
ان هذا الناتج يكون في داخل المباراة ونحصل على المباراة ان شاء الله ونحصل على 3 نقاط حتى نروح المباراة سوريا ان شاء الله يكون الحسم بها. اي شرف حظي به منتخب الامارات واي حدث ينتظر اسماعيل مطر ورفاقه. هذا العراق الذي لم ينكر جميلا سيدون عبر صفحاته ان الابيض اول الواصلين لمدينة السلام وقبلة العاشقين. تتوه الحروف منا وتزدحم في رؤوسنا التعابير، فما أصعب الكتابة عن الوطن لا سيما بعد تلك العاديات. لفرط سعادتنا بهذا الحدث تهرب من ذاكرتنا الكلمات، لذا تركنا الحديث عن بغداد لقباني يصفها بتلك الأبيات: عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان ناعمتان في أهدابي، بغداد جئتك كالسفينة متعبا أخفي جراحاتي وراء ثيابي، بغداد عشت الحسن في ألوانه لكن حسنك لم يكن بحسابي، ماذا سأكتب عنك يا فيروزتي هواك لا يكفيه 1000 كتابي، قبل اللقاء الحلو كنت حبيبتي وحبيبتي تبقين بعد ذهابي. الكرة أمامية علاء وخطير أمام المرمى، أولو العراق 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 العراق. في محور حديثنا سنفتح ملف المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 مع ضيفنا المدرب والخبير الكروي القدير جمال علي نجم المنتخب العراقي سابقا. أهلا بك كابتن في صدى الرياضة. أهلا بك، تحية لك وللكادر القناة ولكل المتابعين، حياك الله. بداية يعني كيف تنظر لمباراة منتخبنا الوطني وهو سيخوض أولى المباريات الرسمية في العاصمة بغداد، يعني كما تعلم بعد انقطاع دام 21 عام؟ حقيقة أستاذ بلال هناك جانب ثاني دخل في هذه المباراة وهو جانب رفع الحظر اللي احنا نتمنى انه ما يولد ضغوط إضافية على الكادر وعلى اللاعبين، لانه احنا نعرف بعد هذا الانقطاع انا اعتقد جمهورنا متلهف بشكل كبير جدا لمشاهدة منتخبه يلعب على أرضه بعد هاي السنوات الطويلة اللي حقيقة كان هناك إجحاف يعني بحق الكرة العراقية. لذلك المباراة إضافة كونها هي مباراة مفصلية مع الفريق الإماراتي، ولكن إحنا كسبنا عامل إيجابي آخر اللي هو إضافة للأرض والجمهور، إنه الآن هناك كادر عارف جميع إمكانات يعني إمكانيات جميع اللاعبين حقيقة، وبالتالي اللاعبين غالبيتهم مروا على الكابتن عبد الغني وعلى الكادر الفني. هذا انا اعتقد يعطينا دفعه اضافيه لهاي المباراه، خصوصا واحنا لو رجعنا شوي للخلف استاذ بلال احنا مع الامارات في ملعبهم هم اللي عادلونا في اخر دقائق، يعني مو احنا اللي عادلناهم، كنا احنا الاقرب الى الفوز في فتره انا اعتقد شهدت الكثير من التخبطات بالفترة الماضية اللي كلفتنا هذا النزيف المستمر من النقاط في الفترة الماضية وضياع هوية المنتخب الوطني. أنا أعتقد هاي المباراة أنظر لها بالجانب الفني أنه ممكن أن تكون عودة لهوية المنتخب العراقي، وبالتالي عودة إلى اللعب على ملعبنا، والجانبين إن شاء الله تحقق النتائج، خلينا نقول النتائج المرجوة اللي خلينا نقول بيها أيضا مسؤولية كبيرة حتى على الجمهور وعلى الإعلام. ممتاز، مهم جدا. ممتاز، طالما تحدثت عن الجمهور كابتن في هذه الحالة يعني هل سيكون تواجد الجماهير دعما معنويا على الفريق أم سيكون عامل ضغط سلبي على لاعبينا؟ لا بالتأكيد دعم ويولد ضغط كبير على الفريق المنافس. نعم هناك مجموعة من اللاعبين الشباب، بس وجهة نظر طبعا الكادر الفني أقرب من عندي، لأنه اللاعبين الشباب قد يكونون خلينا نقول نوع
من خلينا نقول دعم دم جديد مع المنتخب، مو شرط المشاركة كأساسي، ولكن حتى لما يكون اللاعب الشاب كبديل هو هذا يمثل خلينا نقول دعم وديمومة للشبابية بالمنتخب. الوجود الجمهور احنا نعرف استاذ بلال باستثناء السعودية، الكرة الخليج كلها تشكو من قلة الجماهير، يعني ما تلاقي جمهور خلينا نقول بهذا العدد اللي راح يكون متواجد بالمدينة الرياضية. انا اعتقد انه هذا عامل ايجابي، ولكن ايضا مهم جدا ان نظهر للعالم بعد هذا الانقطاع انه احنا نستحق ان نلعب على ارضنا من خلال التجاوب مع كل مستلزمات خلينا نقول اللي يحتاجها القانون الدولي. وبالتالي مهم جدا ايضا انه جمهورنا يكون مساند للمنتخب في الحالات اللي يحتاج الجمهور، يعني حتى ما تكون فائز عاده ما تحتاج الجمهور، انا اتكلم حتى من كنا لاعبين، الجمهور نحتاج عندما نتعرض لضغط النتيجه ولضغط فريق الخصم. لذلك انا اتمنى ان تكون هاي عوامل ايجابيه لصالح المنتخب. قبل قليل ايضا تكلمت على وجود المدرب المحلي واهميته، أنت تعلم بعد المطالبات الكثيرة بالعودة للمدرب الأجنبي، هنا أريد من وجهة نظر شخصية كيف تقيم هذه المهمة؟ هل تعد مخاطرة بسمعة المدرب المحلي أم أنها يعني تراها فرصة لرفع بورصة المدرب الوطني؟ هي ليست مخاطرة أستاذ بلال، إحنا محتاجين بهاي الفترة محتاجين مدرب بغض النظر عن هويته، المهم مدرب عارف بكرتنا يعني بهاي الفترة، وعنده اطلاع كامل على إمكانات اللاعبين الموجودين سواء خارج البلد يلعبون كمحترفين أو داخل البلد. هذا هو المهم بغض النظر عن الهوية المدرب أو جنسيته. إحنا الفترة الماضية يعني موضوع أدفوكات ومن بعد تروفيتش، بالذات أدفوكات قيمة فنية كبيرة جدا، ولكن التوقيت اللي إيجابي والآلية اللي استلم بيها أنا أعتقد الخلل كان هنا وليس بإمكانيات المدرب. الفترة اللي إجا بيها أدفوكات كانت فترة قصيرة، ماكو هناك مباريات ودية على مستوى عالي، وبالتالي ما كان أكو فسحة، يعني المباريات المنتخب الأولى والثانية والثالثة والرابعة كانت هي بمثابة مباريات تجريبية، والدليل عدم الاستقرار، وعدم الاستقرار هذا اللي هو اللي كان خلينا نقول تأثير سلبي على إداء المنتخب وعلى نتائجه. ممتاز. دعني كابتن يعني نتحدث عن دعوة ل 46 لاعب ضمن القائمة الأولية لمعسكر بغداد. سؤالي هنا، هل تعد هذه الدعوات يعني أنت تراها منطقية؟ في ظل الظروف الحالية استاذ بلال، الان انت عندك حوالي بحدود 15 او 16 لاعب ما راح يكونون متواجدين في مباراه زامبيا الوديه، وبالتالي المدرب يحتاج الى عدد لاداء التمارين. بنفس الوقت حتى يتعرف على امكانات بعض اللاعبين، اللاعب ايضا مهم لاعب المنتخب ان تتعرف على شخصيته من خلال التمارين، لانه هناك لاعبين احيانا يقدم على مستوى الدوري ولكن غير قادر على تمثيل المنتخبات، وهذا يتعلق بشخصية اللاعب. لذلك انا اقول العدد هذا مع ازمة كورونا هو مناسب، لان احنا واثقين انه الكادر الفني في ذهنيته هناك مو اكثر من 30 لاعب، ولكن خلينا نقول لتجنب الطوارئ اللي عانينا منها في آخر مباراتين، مباراة إيران ومباراة لبنان بسبب أزمة كورونا، تدفع المدرب لاستقطاب هذا العدد حتى ما يتعرض لإحراجات وتكون مستلزمات الفيزا ومستلزمات سفر اللاعبين كلها متوفرة في حالة الطوارئ. طيب كابتن، يعني ونحن نتحدث عن هذا العدد الكبير للاعبين في معسكر بغداد، برأيك يعني هل ترى بأن يعني انتهت مرحلة عدم استقرار القائمة بوجود المدرب الوطني بعد أن يعني شهدت القائمة دعوات متعددة ومختلفة في كل بطولة تحت إشراف المدرب المحلي؟ احنا نتمنى الاستقرار استاذ بلال، احنا ما معقولة نبقى نجرب مدربين، احنا الآن في هاي المرحلة لو رجعنا مع
كاتانيتش هو المدرب الرابع كابتن عبد الغني في هالمرحلة من التصفيات الأولى إلى الآن، وبعد عندنا إن شاء الله نتمنى التأهل للملحق يعني. فدفعنا ثمن خلينا نقول باهظ بالمرحلة الماضية. أنا ما بغض، إذا تريد تفكر مدرب أجنبي لا بأس على مستوى، ولكن يجب أن تجيبه بفترة مناسبة حتى يكون مطلع على الدوري، يكون متعرف على المساعدين والكادر ماله اللي من المدربين الوطنيين. وبالتالي هاي المرحلة يعني أنا كأمنية شخصية بغض النظر عن النتيجة إذا تأهلنا أو ما تأهلنا، لكن أتمنى أن هوية المنتخب تكون موجودة. إحنا ما عندنا هوية. لو ترجع لتاريخ الكرة العراقية، عندما يستبدل مدرب بعد سنة أو سنتين من استلامه للمهمة، نشوف التغيير في لاعب أو لاعبين بالتشكيلة الأساسية، وبالبدلاء قد يكون هناك تبديل 4 أو 5 لاعبين. إحنا المرحلة الماضية خلال شهرين جربنا حوالي 60 لاعب، وهاي حالة ما موجودة كرة قدم. هاي ممكن تكون فترات الإعداد وفي فترة المباريات الودية وأيام الفيفا حتى تستقر، بالتالي على تشكيل معين ما يتغير بأكثر من نسبة خلينا نقول 10 إلى 15 أو 20% من خلينا نقول العدد الكلي للاعب. طيب كابتن، اسمح لنا أن نتابع ما قاله البعض من ذوي الشأن والاختصاص، سنتابع ولنا عودة لحضرتك، خليك ويانا. تحية حب وسلام للأخ العزيز تاد هلال. أما بالنسبة للمنتخب الحمد لله والشكر كلنا متفائلين حقيقة، من ضمن الظروف اللي صارت بعد عودة اللعب في العراق في بغداد السلام بغداد المحبة، واختيار مدرب محلي جيد قادر أن يقود المباراة بالشكل الصحيح قريب على اللاعبين سبق وأن درب المنتخبات. نتمنى لكل الموفقية. أعتقد توليفة جيدة، الظروف كلها يعني الجماهير الإعلام الصحافة كلها تساند المنتخب، والأجواء يعني الحقيقة تبشر بخير، وأتمنى الموفقية للجميع. وأما بالنسبة لفريق الإمارات، فريق يعني مو ذاك الفريق الصحفي، الظرف الحالي يعني مو بضع الطبيعي الحقيقة. أتمنى أن نكون كتلة واحدة، حب إيد واحدة، نحقق إنجاز إن شاء الله للعراق، وخصوصا بعد الحصار. أتمنى من الجماهير الوفية أن تشجع التشجيع المثالي، التشجيع المثقف. سبق وإحنا جماهيرنا دائما مشهود عنها على هذا الشيء، وأتمنى الموفقية للجميع، وأتمنى منتخبنا أن يحقق فوز ويفرح هذا الشعب. أهلا بك من جديد. لنبدأ يعني من حيث انتهينا، يعني باعتقادك هل سيعتمد شهد على الحرس القديم أم أنه سيعتمد على الطاقات الشابة الجديدة؟ طبيعي أنت ما ممكن تستغني عن خبرات بعض اللاعبين، خصوصا في هكذا مباراة، يعني احنا قلنا مباراة بيها ضغط، يعني هذه الضغط موجود، وأتمنى الشحن أيضا ما يكون أكثر من اللازم، لأن هاي المباراة هي أصلاً اللاعبين مشحونين، والوسط الكروي كله مشحون، نكون واقعيين بهذا الجانب، الكل مشحون في هذه المباراة. لذلك أصحاب الخبرة ما ممكن الاستغناء عنهم، وأتوقع لو كان هناك تغيير ما راح يكون بنسبة كبيرة في بالنسبة للتشكيلة الأساسية. أما بالنسبة للاعبين البدلاء قد يكون هناك خلينا نقول تغيير، وهذا مطلوب، أنا أعتقد مطلوب، خصوصا بعض اللاعبين قدموا مستويات بالدوري، مستويات جيدة تأهلهم إلى تمثيل المنتخب الوطني. ولكن دائما إحنا نقول لا نستعجل على اللاعبين الشباب، خلي يأخذون وقتهم ويدخلون بشكل تدريجي مع المنتخب حتى ما نخسرهم مستقبلا. دعني أشمل أيضا الجمهور بهذا الحديث. للأمانة الجماهير قلقة على تواجد اللاعبين المحترفين مع شهدك، يعني حضرتك أنت كيف ترى حظوظهم في المباراتين المقبلتين من التصفيات؟ وتعرف هي المباراتين مهمة جدا. تعال بلال، ماكو مدرب يريد يخسر، يعني مدرب أي مدرب يريد الفوز ويريد يحافظ على اسمه، وخصوصا في على مستوى المنتخبات. بالتالي أي لاعب محترف خارج البلد
أنا أعتقد ممكن تستفيد منه، مستحيل المدرب راح يتغاضى عنه. هناك استراتيجية للمباراة القادمة وهي الفوز، إذا تحتاج لاعبين اللي يمتلكون النزعة الهجومية في هاي المباراتين، ولكن بنفس الوقت موضوع اللاعب المحترف خارج البلد قد يكون مفيد جدا باعتبار لاعب غالبا يلعب بدوريات، بالتالي هذا ينطي خلينا نقول خبرات إضافية وللتعامل مع ظروف المباراة وانعكاسات النتيجة. طيب كابتن، اسمح لنا أن نتابع ما قاله البعض من ذوي الشأن والاختصاص، سنتابع ولنا عودة لحضرتك، خليك ويانا. اليوم اللاعبين كانوا عند حسن ظن الكادر التدريبي وقدموا مجهودات عالية، إن شاء الله نتمنى أنه هاي المجهودات تستمر لحد مباراة الإمارات حتى نقدر على الأقل نرضي جماهيرنا ونقدر أنه نحقق نتائج إيجابية. إن شاء الله الفريق قادر أنه يرجع، والعودة إن شاء الله تكون من هاي المباراتين أو ثلاث مباريات حتى مباراة سوريا، إن شاء الله فريقنا قادر أنه يحقق نتائج إيجابية ونقدر إن شاء الله نسعد جماهيرنا ونقدر نعوضهم. احنا صراحة ما نقدر نحمل اللاعبين أكثر من طاقتهم، لأن الكل يعرف أن الدوري العراقي كان مستمر وكان مضغوط، لكن نحاول أنه نوصل اللاعبين إلى مباراة زامبيا وبالتالي إلى مباراة الإمارات في أتم الجاهزية إن شاء الله. ننتظر التحاق اللاعبين المحترفين سواء كانوا في الخليج أو في أوروبا، أكيد اللي راح يكونون هم قوة إضافية للفريق. أنا كمساعد مدرب مطمئن إلى الروحية اللي أشاهدها عند اللاعبين، اللاعبين يعني مصممين على أنه يحققون نتيجة إيجابية، وخصوصا إحنا يعني ينتظرنا حدث كبير ألا وهو رفع الحظر عن الكرة العراقية وخصوصا في العاصمة بغداد. حاولنا أنه نرفع لو جزء بسيط جدا من الناحية البدنية لتحمل السرعة للاعبين، لأن تعرف أنه بعض اللاعبين هناك ما لعبوا 90 دقيقة مع فرقهم، نحاول ولو بقدر بسيط أنه نرفع من وضعهم البدني. تعرف إحنا في فترة منافسات ما ممكن أنه نحمل اللاعبين تمارين قاسية جدا، لأن أعتقد أنه 25 مباراة في الدوري مرت واللاعبين يكونون في أتم الجاهزية، ولكن هناك بعض اللاعبين هم اللي هم كما يلعبون بشكل مستمر مع فرقهم، وحاولنا أنه نركز أنه نحملهم شوية بجانب تحمل السرعة حتى شوية ولو جزء بسيط نرفع من لياقتهم. يعني بخبرتك وطبعاً بمسيرتك الحافلة وهذا التاريخ الحافل، كيف تقرأ الوضع العام لمنتخبنا؟ يعني للأمانة هل ما زال واقعياً وضمن دائرة المنافسة؟ فوزنا أعتقد على الإمارات راح يعيد الكثير، ليس للمنتخب، للكرة العراقية ولثقة الجمهور بمنتخبه. نعم الفترة الماضية لم تكن بالمستوى المطلوب وهي مشخصة من الجميع، وأعتقد حتى الكوادر اللي مرت على المنتخب بالفترة الماضية أيضا هذا كان خلينا نقول استنتاجها، لكن إحنا نقول إنه هذه نقلة تكون دائما عندما يكون هناك تغيير مدرب تعطي دفعة معنوية أحيانا للاعبين، خصوصا للاعبين اللي ما ماخذين الفرصة الكافية، يحاولون أن يظهرون أفضل ما عندهم لإقناع المدرب بجدارتهم احتلال يعني مركز بالتشكيل الأساسي. لهذا الآن إحنا يعني توقعاتنا أستاذ بلال دائما تكون مصحوبة بالأمنيات، هو بالعاطفة طبعا، بالتالي مرحلة ننساها المرحلة الماضية، نستفيد من أخطائها حتى نخطو خطوة للأمام ونرجع. الفرصة ما زالت قائمة، فوزنا على الإمارات راح يقلل الفارق إلى نقطة واحدة، تبقى أهمية مباراة سوريا اللي أنا أقول لن ننساها، مباراة سوريا مهمة جدا أيضا راح تكون لأنه راح نلعبها خارج ملعبنا، لذلك الخطوة الأولى هي مع الإمارات، ولكن هناك خطوة ثانية، الإمارات راح تقابل كوريا في ملعبها المباراة اللي بعدها، بالتالي مباراتهم صعبة جدا أمام الفريق الكوري. يعني ضمن الحسابات يعني لو طلعوا بنقطة من الفريق الكوري أنا أعتقد هي جيدة للفريق الإماراتي، ولكن قد لا تكفيهم للتأهل في حالة فوزنا إن شاء الله بالمباراة. طيب كابتن، لو كنت مدربا للمنتخب، ما هي خطة اللعب التي ستعتمدها للمباراتين المقبلتين؟ إذا تقصد استراتيجية اللعب فهي استراتيجية هجومية، ولكن إحنا لا ننسى الفريق الإماراتي أيضا هناك استبدال للمدرب، والمدرب بارينا
ليس جديد على الكرة الإماراتية، لأنه عمل بالدوري المحلي مع أكثر من نادي، وحسب متابعتي هو يميل للكرة الهجومية يعني، وعنده عناصر تساعده خلينا نقول إذا لعب بأسلوب الهجوم المرتد. لهذا إحنا لا يجب أن يكون عندنا هناك توازن، ولكن إحنا بالتأكيد محتاجين لنتيجة المباراة، وهذا بالتالي يعني يحتم على استراتيجيتنا أن تكون هجومية. لذلك أنا أقول الفريق الإماراتي يلجأ إلى الهجوم المرتد، خصوصا أنه عنده برازيلي الأصل، عنده قدرة كبيرة على انتقال الهجوم، عنده عناصر تساعده خلينا نقول إذا لعب بأسلوب الهجوم المرتد. كابتن، يعني ربما سؤالي التالي مبني على الإحراجات أكثر من الاحتمالات، يعني لذلك ممكن نعتبره هو مجرد رأي. سؤالي: من ترشح من فرق المجموعة مالتنا لنيل بطاقة الملحق الثالثة؟ البطاقة محصورة بيننا وبين الإمارات، لهذا أنا أقول أنه مباراتنا الأخيرة مع الإمارات لا ننساها، يعني هم اللي عادلونا وفي ملعبهم وفي ظروف كانت خلينا نقول عدم استقرار المنتخب العراقي، لذلك أنا عندي تفاؤل حقيقة في هاي المباراة. إن شاء الله يبقى هذا التفاؤل، يعني لمواجهة الإمارات مهمة جدا، الثلاث نقاط الأولى راح تخلينا ندخل بقوة وبحماس ومعنوية للمباراة اللاحقة أمام المنتخب السوري. كابتن، كلمة أخيرة. بعد الشكر إليك وقناتكم الكريمة، لكن أقول لن زيد الضغط على اللاعبين وعلى الكادر في هاي المرحلة، لأنه الشحن لو زاد عن حده ينطي خلينا نقول نتائج سلبية. احنا نعم داعمين للمنتخب الوطني كنا، ولكن خلينا ننطي الكادر الفني واللاعبين مساحة العمل بهدوء، لأنه المباراة مشحونة، خلينا شلون مثل ما نقول بالمصطلح العامي من قاعها هي مشحونة. فهذا ما أتمناه، وأتمنى أنه جمهورنا يظهر السلوك اللي معروف عنه، ولاعبينا تجاوبهم مع جمهورهم راح ينطي انطباع للعالم أنه إحنا مؤهلين إن شاء الله للبطاقة الثالثة. وذاك وبعد هالمباراتين إن شاء الله يكون كلام ثاني عن المنتخب الوطني، وهذا ما نتمناه. لك مني خالص الود والاحترام والتقدير على كل ما طرحته طبعا حول محور هذا اليوم. شكرا جزيلا كابتن، وإن شاء الله لنا لقاءات مقبلة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، كان معنا المدرب والخبير الكروي القدير جمال علي، نجم المنتخب العراقي سابقا، شكرا جزيلا لانضمامه إلينا. منطقيا نرى أن المهمة معقدة للوصول إلى مونديال الدوحة، ومنطقيا أيضا وحسابيا وعاطفيا نجد أن المبارتين تعني الكثير للعراقيين لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم التي تتمثل بخطف نقاطها الست. لذلك سيكون المنتخب أمام اختبار مهم وحساس للظهور بصورة مختلفة عن المباريات السابقة، وأن يحقق أولى انتصاراته بين جماهيره الداعمة. وطالما هنالك قضية فللحديث بقية. على الموعد ألقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.